وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعا بيان مشترك صادر عن الجانبين القيادة العسكرية في ميانمار إلى احترام نتائج الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. من جانب آخر، أعلنت شرطة ميانمار تمديد احتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي حتى منتصف في هذا الشهر، وبموازاة ذلك تكثفت الدعوات إلى العصيان المدني في البلاد، وذلك احتجاجا على الانقلاب الذي تزعمه الجنرال مين أونغ هلينغ. لم تعد نايبيتا وعاصمة ميانمار مدينة ملكية، فالمدرعات وناقلات الجندي تجوب الشوارع. وضع أمني متوتر في مدن أخرى بعد يومين من الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال مين أونغ هلينغ. زعيم الانقلاب قبض على السلطات متزعما حكومة عسكرية وفرض حالة الطوارئ بعد اعتقال رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. يقول زعيم الانقلاب إن حكومته العسكرية ستحقق في تزوير بانتخابات العام الماضي. مجموعة حركة العصيان المدني أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وحشدت عشرات الألوف من رافضي الانقلاب الذي وصفوه بالعار، بينما دعا ناشطون إلى مواصلة الاحتجاج على ما فعله العسكر. انقلاب ميانمار قابلته موجة إدانات دولية. رسميا اتهمت واشنطن العسكريين بتنفيذ انقلاب وتوعدتهم بعقوبات جديدة. ستواصل الولايات المتحدة العمل بالتنسيق الوثيق مع شركائها في جميع أنحاء العالم لدعم احترام الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار، بالإضافة إلى تعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن قلب مسار التحول الديمقراطي في هذا البلد. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوداريا قال إن باريس لن تسمح بانحراف ميانمار إلى ديكتاتورية عسكرية، وحث الاتحاد الأوروبي على التفكير في فرض عقوبات جديدة على العسكريين إذا لم يرفعوا حالة الطوارئ. وضع أمني متأزم في ميانمار أخفقت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في استصدار قرار مشترك بشأنه، فالقرار يحتاج إلى إجماع الأعضاء لا سيما الصين التي طالما كانت حليفة قوية لحكومة ميانمار في المحافل الدولية.